طيب اليد يد الله فوق أيديهم، وقوله سبحانه وتعالى لما خلقت بيدي، وقوله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان، على أي معنى تحمل؟ هل يجوز حمل اليد على غير اليد هذه الجارحة ولا ما يجوز؟ يجوز. انت الان احنا عندنا في العمانية نقول فلان يديه طويلة، كم معنى حلها؟ فلان يدينا طويلة، كم معنى حلها عندنا؟ كم معنى لما تقول فلان يديه طويلة، كم معنى لها؟ لها بمعنى يديه طويلة يعني يضرب الناس يؤذيهم، أليس كذلك؟ يديه طويلة مؤذي. طيب وتقول يديها طويلة يعني إنسان له نفوذ وسلطة، أليس كذلك؟ طيب ويديه طويلة يعني لص حرامي، أليس كذلك؟ هذه المعاني عندها، يدها طويلة تحتمل هذه المعاني كلها عندنا في كلامنا نحن، أليس كذلك؟ فيد الله فوق أيديهم بل يداه مبسوطتان، هذه تحمل معاني على حسب سياقه. مثلا قول الله تعالى بل يداه مبسوطتان، إيش قبلها؟ قال الله وقالت اليهود يد الله، وقالوا يد الله مغلولة. هل كان اليهود يريدون القول بأن يدين الله اللي هي اليدين مغلولة يعني مقيدة، ولا يعني معنى ثاني؟ إيش رأيكم أنتم؟ هل كان اليهود يريدون صفة اليد لما قالوا يد الله مغلولة، ولا يريدون معنى آخر؟ إيش هو المعنى الآخر يد الله مغلولة؟ أنه بخيل، أليس كذلك؟ اليهود أرادوا صفة اليد عندما قالوا يد الله مغلولة، ولا أرادوا وصف الله بالبخل؟ وصف الله بالبخل. طيب فهم قالوا يد الله مغلولة أي أن الله تعالى بخيل، تعالى الله. فقال الله غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، هذا جوابا على قولهم بأنه بخيل. هل أراد الله أن يرد على هذا بقوله بل يداه مبسوطتان، يريد الصفة أن عنده يدين كلهم صوبهم باطنهم، ولا يريد أن يرد على وصفهم له بضد ما وصفوه به فقالوا بخيل فقال الله كريم غني؟ هل يريد صفة اليد أم يريد ضد ما وصفوا الله به؟ ضد ما وصفوه. فهم قالوا الله بخيل فرد عليهم بقوله بل هو كريم، فيداه مبسوطتان أي أنه كريم، ويداه كما يقول الشيخ السامي رحمه الله يقول وقيل معنى قوله يداه مبسوطتان هي نعمتاه، ويده فوقهم أي قدرته، كذلك القبضة يا ذا، ويده فوقهم أي قوته، كذلك القبضة يا ذا قدرته. فيده قوته قدرته. طيب إيش معنى لما خلقت بيدي في آدم عليه السلام؟ خلقت في آدم بيدي، هم يقولوا خلقه بيده مسيسا مسه، خلق بيده، تعالى الله تعالى الله تعالى الله. طيب نحن إيش نقول؟ قالتوا نعمة، تقولوا نعمة وتقولوا قدرة، هل معنى خلقت آدم بنعمتي؟ لا، خلقته بيدي يعني بقدرتي، الله ليس له قدرتين له قدرة. إذن ما هي اليد؟ هذا اليد لها معنى آخر، بيدي هذه التثنية لها معنى آخر، وهذا تفهمه أنت. عندما أقول لأحد أقول له اسقني ماء فيعطيني الكأس بيد واحدة، يقول لي تفضل بيد واحدة، تمت المناولة أم لا؟ تمت، أليس كذلك؟ فإن ناولني الكأس بكلتا يديه، تمت المناولة مع معنى زائد ولا لا؟ أيوة. طيب ما هو المعنى الزائد؟ ما هو المعنى الزائد؟ المناولة بيد واحدة تمت بها المناولة، فإن ناولني بكلتا يديه تمت المناولة مع معنى زائد، اللي هو المعنى الزائد، قلت شيء معنى، ما هو المعنى الزائد؟ الإكرام، أحسد. المصافحة بيد واحدة تمت بها المصافحة، صافح، فإن صافحه بكلتا يديه تمت المصافحة مع معنى زائد اللي هو الإكرام، أليس كذلك؟
بلى. طيب لما الآن لما يقول الله لما خلقت بيدي، لو قال خلقت بيدي تم المعنى بقدرتي، لكن لما يقول بيدي المعنى خلقت بقدرتي وزيادة اللي هي الإكرام، أي خلقته خلقا ممزوجا بالإكرام. واقرأ ولقد كرمنا بني آدم، هذا اللي يد قدرة ويد إكرام لما خلقت بيدي. أما حملها على معنى اليد هذا تجزؤ تبعيض، لأن ولا يجوز وصف الله باليد لأنه يتنافى مع صفة إيش؟ الأحدية، الأحد، لا يقال أحد ثم يقال بأن له يدين ثنتين.